بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نداء نسمعه أعزائي المشاهدين 5 مرات في اليوم يدعونا للصلاة، لنرفع شعارا نتداعى فيه فيما بيننا صلينا. صلينا هو موضوع حلقتنا اليوم. لماذا؟ لأنها الفريضة الأولى التي سيسأل عنها المسلم يوم القيامة. صلينا لكي نحققها روحا وجسدا وفكرا وعقلا وقلبا. يا جماعة، السؤال الآن، احنا لما تكلمنا في البداية ليش حظيت الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذين بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والآن الإنسان دائما في هذا، دائما نكرره، إذا تقدم إلى يعني أناس أو أسرة يريد أن يخطب الود منهم والزواج، أول سؤال يسألون: يصلي ولا ما يصلي؟ ما يقولون مثلا والله راح الحج، ولا مثلا يزكي، أو مثلا يتصدق، هل يسوي استقطاع شرعي، ها؟ مثلا أو قضايا لعية. تجد أن السؤال الأول المرتبط بالصلاة، لماذا حظيت الصلاة بهذه الأهمية؟ لأن يا شيخ علي، أول شيء الإنسان يعني هذه عمود الدين، إذا سقط سقط الدين. والإنسان بصلاة يكون إنسان صاحب خلق وصاحب طمأنينة وأدى أمانة، لأن الصلاة هذه أمانة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إذا أداها فهو بإذن الله عز وجل لغيرها من الأمانات أولى بأن يحافظ عليها. مثلا أنت ضربت مثال الزواج، لما أنا أزوج هذا الشاب وهو خاين الأمانة اللي بينه وبين الله عز وجل هذه الصلاة، فمن باب أولى أنه يخون بنتي اللي أعطيته إياها. وأيضا لو عندنا مدرس رياضيات، وشو اسمع إلى هذا المثل، لو عندنا مدرس رياضيات وعنده طلاب 20 طالب أو 25 طالب والاختبارات على الأبواب، وأنا أعرف أن الآن فترة اختبارات في الكويت، أسأل الله نوفق طلابنا وطالباتنا في اختبارات الدنيا والآخرة، بس نبيهم يأخذون استراحة معنا الساعة هذه إن شاء الله، تفتح لكم الآفاق وتعينكم على المذاكرة، فخلوكم معنا إن شاء الله. فسبحان الله، لو جاء المدرس وقال لهم: اسمعوا يا أولادي، المسألة الفلانية اللي في الصفحة رقم 3، وأنت تعرف سر رقم 3، أي معروف نعم. قال لهم: هذه المسألة المحلولة راح تكون أول سؤال لكم في الاختبار بكرة، ومو بس كذا، الاختبار من 30 درجة مثلا راح يكون على هذا السؤال وعلى هذا 20 درجة. يا سلام، يعني خلاص ضمنت النجاح وممكن حتى التفوق. والطلاب فرحوا، خلاص عرفوا أول سؤال وعلى 20 درجة، فبدأوا يذاكروا هذا السؤال. جاء الاختبار، الطالب اللي ذاكر الاختبار وذاكر هذه المسألة والسلم ورقة وكل الطلبة واضح لهم المعلومة هذه، عارفين مرة، متيقنين، مدرسهم مدرس معلم أكيد ما راح يكذب ولا راح يضحك عليهم، هم عارفين مدى صدق هذا المدرس. لما جاء الاختبار من اليوم الثاني، والله فعلا أول سؤال المسألة اللي قال عليها صفحة ثلاثة وتوزيع الدرجات فوق السؤال هذا مكتوب 20 درجة من 30. اللي ذاكر كويس وحفظ هذه المسألة وفهمها راح يفرح فرح كبير جدا بأنه فعلا والله وجد هذا السؤال صحيح. واللي ما ذاكر وأهمل وتكاسل عن هذا السؤال، كيف بيكون مقدار الحسرة والألم في قلبه لما نجد هذا السؤال في اختبار متحطم تحطم، يا ليتني ذاكرت، يا ليت. هذا المثل يذكرنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، إن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. فهنا تكسب الصلاة أهميتها. ثاني شيء شيخ علي، الله عز وجل لما أراد أن يفرض علينا الحج نزل جبريل عليه السلام من السماء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه بآيات الحج والزكاة كذلك والصوم كذلك إلا الصلاة. حينما أراد الله سبحانه وتعالى أن يفرضها علينا صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وأوحى إليه وفرضت عليه 50 صلاة، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بوصية موسى عليه السلام ويسأل الله التخفيف، فما زال الله يخفف عنه عن أمته الصلاة حتى أصبحت من 50 إلى 5 صلوات بأجر 50 صلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم في سكرات موته خلاص بيودع الدنيا كان يقول: الصلاة 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 وما ملكت أيمانكم. شيخ علي، الصلاة إذا قلنا صلاة تكون أو لا تكون، إيش معنى تكون أو لا تكون؟ تكون مسلم
أو لا تكون مسلم. حافظت أنت مسلم ضيعت. يعني راح نخرج يعني شوف هذه هي دائرة ربما تخرج الإنسان ليس كذلك؟ نعم أكيد. حتى سبحان الله شيخ علي القرآن قد ذكر لنا نماذج عجيبة يعني الأنبياء كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ويسألون الله عز وجل ومنهم إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام قد ترك أمنا هاجر وابنها إسماعيل عليه السلام في مكة تركهم من أجل قضية عظيمة من أجل إقامة هذه الصلاة. الله سبحانه وتعالى قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وكذلك إبراهيم عليه السلام كان يدعو الله لنفسه ولذريته بإقامة هذه الصلاة حق القيام ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. سبحان الله الدعاء ارتبط بالصلاة ها؟ سبحان الله. الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وأقرب ما يكون العبد بينه وبين الله وهو ساجد وهو في الصلاة. وأيضا من أهمية هذه الصلاة تشترك كانت اشتراك كبير الله أكبر. وأيضا من أهمية هذه الصلاة أن الله سبحانه وتعالى أول ما أوحى إلى موسى عليه السلام وموسى عليه السلام كريم الله ماذا قال الله جل وعلا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. حتى شيخ علي الطفل اللي في المهد عيسى عليه السلام أول ما أنطقه الله عز وجل أنطقه بقضية عظيمة يريد أن ينصر أمه لأن اليهود قد رموا أمه بالزنا ثم بعد ذلك أتى بقضية أخرى يريد أن يقررها الله سبحانه وتعالى يوصي بها هذا الطفل الصغير في المهد. قال الله عز وجل وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أوصاني ها؟ ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هذا شيء عجيب. شلون نحمي نفسنا من الشقاء؟ تحمي نفسك من الشقاء بالاستجابة لأمر الله وبهذه الصلاة. والله يا شيخ علي ما تعرف إنسان بعيد عن المساجد ومرتاح في حياته إلا أن تجد حكم على نفسه بالشقاء والتعاسة في الدنيا قبل الآخرة. وتجد الإنسان لما يصلي ويركع ويسجد بين يدي الله ويقيم هذه الصلاة تجد إنسان مطمئن مرتاح. أنا أذكر موقف حصل معايا بعد الموقف نطلع فاصل. صليت الفجر على البحر عندنا في جدة فصلى معايا مجموعة من الشباب في مكان مفتوح تقريبا صلى معايا مئات. بعد الصلاة قمت وتكلمت وفجأة بعض الشباب يسلموا ويشكروا وهذا الخير اللي في قلوب شبابنا لما يجدون التذكير وما إلى ذلك يخرج الجوهر الحقيقي. الله أكبر. فبعض الشباب طلبني رقم الجوال أعطيتهم رقم الجوال. بعد أسبوع تقريبا اتصل بشاب قال لي يا شيخ أنا صليت معك صلاة الفجر قبل أسبوع على البحر وأنا كنت وقتها والله من بعد صلاة العشاء أتقلب من شهوة إلى شهوة ومن معصية إلى معصية وكل ما يقرب علي وقت صلاة الفجر كل ما يزيد الضيق والنكد والكدر في قلبي حتى سمعت منادي الله حي على الصلاة حي على الفلاح. فأقبلت وصليت معكم وجلست معكم بعد الصلاة فشعرت بسعادة في قلبي وطمأنينة 23 سنة مرت علي ما شعرت بهذه الطمأنينة والسعادة. فقررت قرار شوف بعض الناس ذكي قررت قرار إني ما أترك صلاة من ذاك اليوم. الله. الآن لي أسبوع وصلي 5 صلوات في اليوم والليلة في بيت الله عز وجل والله إن هذا الأسبوع أحلى وأجمل أسبوع مر علي في حياتي. نعم. ونستأذنكم بفاصل أعزائي المشاهدين ونكمل. كنا نتكلم قبل الفاصل عن فعلا أن هناك أناس حصلوا الشقاء وهذا الشاب اللي لجأ إلى الصلاة بعد سنوات كان مبتعدا ابتعادا كبيرا وكثيرا عن الصلاة لكن تحقق عنده
هذه الطمأنينة وهذه السعادة. ليش شيخ؟ سبحان الله، لأنه أبدل بدل هذا الشقاء نور، والصلاة نور للإنسان في هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى قال: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. يمكن واحد الآن لما سمع عن هذه الآية، آية النور، يقول طيب فين أحصل هذا النور؟ فين ألقاه؟ فين أجده؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الحين في هذا الرجل صلى، فعلا حقق هذا النور وهذه الطمأنينة، لكن في ناس يقول يا جماعة حنا نصلي بس ما نشعر بالسعادة. هو صلى بس ما صلى. الله. صلى بس ما صلى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل اللي عاد صلاته مرتين وثلاث، والرسول صلى الله عليه وسلم هو قاعد يصلي حركاته حركات الصلاة، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أنت صليت بس ما جبت لب الصلاة، ما جبت حقيقة الصلاة، ما صليت بحضور قلب وبخشوع وبطمأنينة، وما جبت أركانها وواجباتها وسننها، عشان كذا ما حسيت بالطمأنينة. اللي والله بعض الناس فعلا، سؤالك شيخ علي، دائما بعض الناس يسأل يا أخي فعلا أنت تقول الصلاة فيها سعادة وفيها راحة، والله أني أصلي بس ما حسيت بهذه الصلاة، لأنك أنت ما صليت بس ما صليت، مجرد حركة. نعم، ما صليت كما يريد الله سبحانه وتعالى ويريد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لما نصلي مثل ما يريد الله سبحانه وتعالى ومثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، تشعر بمعنى الصلاة، تشعر بحقيقة الصلاة، تشعر بلذة الصلاة. لما تضع جبهتك ساجد لله سبحانه وتعالى، وأنت تتمنى أنك ما ترفع رأسك من السجود، من اللذة التي وجدتها تكون صليت. والمشهد اللي شفناه أول يبين أن الصلاة تهذب النفوس، تطمئن القلوب. شباب مع بعض، أصحاب أخويان كانوا بيتضاربوا، لما سمعوا الأذان وراحوا صلوا بعد الصلاة. وهو طبعا يمكن حتى لا تكون فيه مثالية أيضا، الآن النداء اللي هو فعلا لقلبه يعني يستجيب للنداء. نعم. لأن احنا قلنا في البداية صلينا، واستجابة النداء إذا كان فعلا عندنا استجابة حقيقية سنسارع، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء. شيخ علي، سبحان الله، فعلا هذه الصلاة تهذب النفوس وتغير الأطباع. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الإنسان خلق هلوعا، الله، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. شوف سبحان الله، مو إلا المزكين وإلا الها. شوف شيخ علي، شوف الآية اللي بعدها تبين إلا المصلين. شيخ نائف يقول في ناس يصلي وكأنه ما صلى. انظر ماذا قال الله عز وجل بعدها: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. صفاتهم يعني. صفاتهم دائما، هذا فلان يصلي دائما محافظ على الصلاة. من أجل ذلك
تهذبت الأطباع وتهذبت النفوس وتغيرت النفوس من الشقاء إلى النور. هذه الصفة الأولى أنه محافظ بشكل دائم على الصلاة. الصفة الثانية: والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. يا سلام. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. سلام. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون. رتلها شيخ. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. شيخ علي سبحان الله ابتدأت بالصلاة هذه الآيات وختمها الله بالصلاة أيضا في سورة المؤمنون. الله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صفات أهل الفلاح أنهم خاشعون في الصلاة، ثم ذكر عدة صفات وختم هذه الصفات بالصلاة أيضا. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يعني شوف، الذين يرثون الفردوس يعني ورث. سبحان الله. وأنا أسمع أبو باسل يرتل آيات المعارج وآيات سورة المؤمنون، جات عندي كذا تدبر، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم به. والذين هم على صلاتهم يحافظون في سورة المعارج، إيش الثمرة؟ أولئك في جنات مكرمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. أعظم ثمرة للمحافظة على الصلاة دخول الجنة. الله أكبر. يعني هذه من أعظم، هي الغاية. هي ما بعد رضا الله عز وجل إلى الجنة، وإذا دخلت الجنة نعيم أبدي سرمدي إلى ما لا نهاية. فأعظم ثمرة من ثمرات الصلاة هي دخول الجنة. وفي أحاديث كثيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ دبر كل صلاة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا الصلاة، إلا أن يموت. من لا أن يموت. بس أنا أقول لك مرتبطة بالصلاة. تصلي تقرأ آية الكرسي، الثمرة إيه؟ الجنة. دخول الجنة. الله أكبر. معنا الأخ عثمان، تفضل أخ عثمان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شلون أخبارك؟ أهلا وسهلا، تفضل سؤالك يا غالي. لا والله أنا كنت أقول لكم شغلة يعني عن فرد في حياتي صراحة. تفضل. أنا صراحة كنت قبل يعني بعيد البعد، يعني كثير البعد عن الله سبحانه وتعالى. بس الحمد لله فضل الله، أنا سمعت مقطع الشيخ منصور يقول فيها آيات كريمة وجميلة صراحة. يقول فيها: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فمن هالمقطع صراحة أنا سبت الحمد لله بفضل الله حين أنا صليت صلاة بالمسجد، والحمد لله الحين أنا بعد مؤذن بالمسجد. الله يثبتك يا ربي. الله يبارك يا شيخ منصور، أحبك في الله وأحبك صاحبي وأحبك الله. الله يثبتك. الله يجزاكم خير على البرنامج الجميل. مشكور على مداخلتك وعلى يعني إبدائك، يعني هذه هي صوت جميل. صراحة أنا صراحة متوتر وايد يعني. لا لا بس ما شاء الله بعدك قاعد تقلد الشيخ بعد نفس الطريقة. ما شاء الله عليك. لا والله صراحة أنا صراحة مغرم بصوت الجميل صراحة. جزاك الله خير. الآن في قضية مهمة، الإنسان إحنا قلنا الآن لما ذكرت شيخنا الكريم على قضية أن هذا صلى ولم يصلي، شلون طيب أنا أحقق معنى الخشوع حتى تأتيني الثمرات اللي راح نفصل فيها ونتكلم عنها؟ أول شيء الخشوع في الصلاة، دائما هذا السؤال يجينا، وإحنا كلنا نحتاج أن نخشع ونراجع حساباتنا في الخشوع في الصلاة. لأن الشيخ عنده أربع أشكال أو خمسة. نخليها بعد الفاصل اللي هم أنواعنا مع الصلاة. أنا دائما أسأل هذا السؤال، سألت قبل أيام كيف أخشع في الصلاة، فأضرب مثال للشباب دائما أقول لهم لو في فريق الآن مشهور عندنا وعنده مباراة مهمة، يا سلام،
ايش بيسوون اللعيبه قبل المباراه؟ تسخين، بيسخنوا وبيدخلوا معسكر ولياقه وتدريبات وتمارين واو عشان يدخل اجواء المباراه، عشان يدخل وهو في الفورمه زي ما يقولوا. لنفرض اللاعب ما تمرن كويس ولا سخن كويس ودخل المباراه، ايش بيصير؟ بيدخل مشتت الذهن، تمريرات وخطا، تركيز ما في. ليه؟ لانه ما سخن، لانه ما دخل اجواء المباراه، لانه على قول الشباب ما دخل في الفورمه، فورمه المباراه. الصلاة تحتاج لك أنك تدخل في الفورمة، تحتاج تسخين، تحتاج تحضير من قبل الصلاة، مو تيجي على الإقامة الركعة الأولى الركعة الثانية. لما تيجي بدري تيجي قبل الصلاة مستشعر الوضوء، خطواتك للمسجد، الدعاء بعد الوضوء، الدعاء في الذهاب إلى المسجد، دخول المسجد، انتظار الصلاة، الدعاء بين الأذان والإقامة، قراءة القرآن، الإتيان بسنن الصلاة. ما تقام الصلاة إلا وأنت داخل أجواء الصلاة. لذلك أعطيك يعني واقع نعيش. بس المخرج يخاف يزعل. لا بس 20 ثانية. خلاص كلب بويس. اللي يدخل قبل الأذان، اللي يدخل قبل الأذان ومن بدري، تجده أكثر الناس ركادة وجلوس في المسجد، فتجده آخر واحد يخرج. أي والله صحيح. واللي يجي الركعة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة تجد يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، التسليم الثاني عند الباب يبغى يمشي لأنه ما صلى. لكن اللي جاء وحضر للصلاة وجد معنى الصلاة حقيقة. الصلاة أنواعنا مع الصلاة وأحوالنا مع الصلاة بعد الفاصل. أنا مع الصلاة كيف هي؟ الله، أحوالنا في الصلاة يا شيخ علي، الناس في داخل الصلاة كما ذكر ابن القيم على 5 أصناف. صنف معاقب نسأل الله العافية والسلام، وصنف محاسب، وصنف مكفر عنه، وصنف مثاب على هذه الصلاة، وصنف مقرب. اللهم اجعلنا من المقرب. آمين. الصنف الأول صنف معاقب. شيخ علي، أنا معلم، ممكن كثير من أبنائنا الآن يدخل إلى داخل الصلاة وهو لم يتوضأ أصلا، ولم يأتي بشروط الصلاة، ولم يأتي بأركانها ولا واجباتها ولا سننها ولا خشوعها، نسأل الله العافية والسلام. آمين. فهذا الصنف يا شيخ علي صنف معاقب. أما الصنف الثاني صنف محاسب، أتى بشروط الصلاة ودخل في هذه الصلاة ولكن لم يأتي بأركانها ولم يأتي بواجباتها، هو أصلا لا يدري في أي ركعة هو الآن، يدخل مع الإمام بالتكبير وما يشعر إلا وأنه يكبر، ما يدري هو في أي ركعة، نسأل الله العافية والسلام. الدنيا يعلم فيها الصغيرة قبل الكبيرة، الله سبحانه وتعالى يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، نسأل الله العافية والسلام. صنف محاسب. أما الصنف الثالث صنف مكفر عنه. شلون؟ تجد كثير من الناس ممكن يكبر ويجتهد ويحاول، يعني مجاهدة، يحاول أن يخشع في الصلاة ويحاول أن يعني يعطي هذه الصلاة حقها، هذا مكفر عنه. الله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، لأن جاهد نفسه في الصلاة وفي الخشوع. نعم يا شيخ علي. الصنف الرابع صنف مثاب على هذه الصلاة. كيف يعني مثاب على هذه الصلاة؟ أتى بشروط الصلاة وأتى بأركان الصلاة وأتى بواجبات الصلاة وأتى بسنن الصلاة وأتى بأوقات الصلاة وصلى بخشوع. الله. هذا مثاب على هذه الصلاة، يخرج من الصلاة وهو مرتاح مطمئن. تخيل معايا يا شيخ علي يا شيخ نايف، الصنف المقرب كيف حياته مع الصلاة؟ الله. الصنف الأخير هذا اللي هو يعني بلغ التوب، هذا الذي يجد لذته في الصلاة. الله. هذا الذي قلبه معلق بالمساجد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الله يجعلنا وياهم. اللهم اجعلنا ومن يشاهدنا من الكرام. اللهم الكريمة. هذا إذا كبر لا يريد أن يخرج من الصلاة. يا سلام. هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، يا بلال رحنا بها، يا بلال قرة عينه الصلاة. اللهم اجعلنا. الشيخ منصور ذكر أصناف الناس في الصلاة، يعني اللي صلوا أصنافهم، لكن أنا بأذكر لك أصناف الناس مع الصلاة. في فرق في الصلاة
ومع الصلاة. في الصلاة يعني هم يصلوا بس أصنافهم خمسة داخل الصلاة، لكن في ناس تعاملهم قصدك مع الصلاة مع الصلاة. صنف أول إحنا ذكرنا اللي هم محافظين، معروف مصيرهم فين، الله. مصيرهم جنات النعيم، المحافظ على الصلاة. الصنف الثاني هو تارك الصلاة بالكلية، جارنا الله وإياكم من هذا الصنف ما يركع. نعم. وهذا إحنا كلنا والمشاهدين والمشاهدات نعرف إيش مصير تارك الصلاة بالكلية، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. شيخ نايف، الله عز وجل يقول ما سلككم في سقر. الله. أول جرم يعترفون به وهم في النار قالوا لم نك من المصلين. الله. الصنف هذا ما أحد عنده شك بأن تارك الصلاة بالكلية معروف مصير. نعم. في صنف ثالث، تكفى أعطيني قلبك، أنت اللي تشوفني اللي تسمعني أعطيني قلبك وركز معايا في الصنف الثالث هذا. الله. هذا هو المنتشر، هذا هو يمكن تقريبا اللي الآن الطامة الكبرى حصل في مجتمعاتنا. هذا الصنف يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، ما تفوته ولا صلاة، لكن مصيره جهنم. أعوذ بالله. تخيل معايا شيخ علي، يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة ومصيره النار. مو كلامي، كلام الله سبحانه وتعالى. من هو اللي صلي 5 صلوات لكن تهاون بأمر واحد، إنه هذه الصلوات 5 ما يصليها في وقتها، صلاة الفجر وهو رايح للدوام، هو رايح للمدرسة، هو رايح للجامعة. طيب إيش الدليل؟ أعطيني دليل. قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، غيا وادي في جهنم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أضاعوا الصلاة والله ما تركوها ولكن أخروها عن وقتها. قال الله عز وجل في سورة الماعون آية يحفظها الصغير قبل الكبير، فويل لمين؟ للمصلين. للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ساهون هنا نقصد في السهو، السهو تضييعها، تأخيرها عن وقتها، عدم الخشوع، عدم الإتيان بها. ساهون معناها معانيها كثيرة جدا، لكن تأخير الصلاة عن وقتها جرم كبير وكبيرة من كبائر الذنوب، مهدد صاحبه بالنار إن لم يتب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. بل الشيخ بن باز رحمه الله له فتوى في هذا المجال. سئل الشيخ رحمه الله عن الرجل يضع منبه الساعة على وقت الدوام ولا يضع على وقت صلاة الفجر، فقال الشيخ إن تعمد إخراج الصلاة عن وقتها فقد كفر. نسأل الصلاة مع الله. نسأل الله السلام. الأخ فيصل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أرحب بضيوفك الكرام. أهلا وسهلا فيك. بس حبيت أنبه على شغلة جميلة. تفضل. من كرم الله عز وجل أن جعلنا نصلي 5 بأجر 50 صلاة. الله. الحمد لله. وهذا من كرم الله. الله. ومن كرمه أن بالسجود والركوع تساقط الخطايا. نعم. بس حبيت أنبه على هذا. الله يعطيك العافية. شكرا. حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وفاصلنا الأخير برنامجكم نظرة شرعية، موضوع حلقتنا عن صلينا، كيف نحقق الصلاة الحقيقية. نسأل الله لنا ولكم السلامة. وضيفي هذه الحلقة شيخ نايف الصحفي مدير إدارة التوعية والتثقيف بجمعية كفا بمكة المكرمة، وكذلك الشيخ منصور السالمي إمام مسجد الفاروق بمدينة جدة، ومعانا الأخ راكان. شكرا لك أخ عبد الرحمن. تفضل أخ عبد الرحمن من جدة. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. سؤالي للشيخ نايف. تفضل. شيخ نايف، يا شيخ أنا أصلي بس يا أخي وقت الصلاة تطلع لي يعني مشاريع الدنيا كلها وقت الصلاة. أي صفر. كلنا ذاك الرجل. يعني ودائما يعني. أبشر. حاولت أجاهد نفسي كذا مرة بك بس ما في فائدة نهائية. حاضر. يصحني الشيخ نايف. حاضر أخوي عبد الرحمن. شكرا شكرا. الآن جزء من كلام أخونا عبد الرحمن وأيضا تحقيق ثمرات أو كيف ننال ثمرات الصلاة. والله أول شيء مجاهدة النفس والبعد عن الصوارف والشواغل والذنوب والمعاصي، لأن هي تأثر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. والفحشاء والمنكر تزيل الخشوع من قلب من الصلاة، وأيضا كثرة الدعاء وقلنا التبكير والإتيان بسنن الصلاة. وأيضا في حديث قدسي عظيم ذكر لي الشيخ منصور البارح، اللي هو حديث قول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الإنسان يستشعر أنه واقف أمام الله عز وجل وأنه يناجي الله وأنه يكلم الله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة. نعم.
حينما يصلي يقول الحمد لله رب العالمين، يقول الله عز وجل. كان لك رسالة عن قضية المهموم والمشغول وال لا. يا شيخ علي، الصلاة اليوم احنا نسمع في عبر قنوات التواصل الاجتماعي اليوم في خسوف، إذا جاء خسوف للشمس إيش يصير؟ يصلوا، نلجأ إلى الصلاة. إذا جاء خسوف صلاة، إذا جاء قحط وجدب صلاة. الصلاة تحل مشاكل الكرة الأرضية، ما تحل مشاكلي ومشاكل أكبر. الله أكبر. والله الذي لا إله إلا هو، أن الصلاة سبب من أسباب الرزق، سبب من أسباب صلاح الولد، وسبب من أسباب حتى اللي يشتكي عقم. والله بإذن الله في الصلاة ربي يرزق. نختم في سبحان الله، يعني الله عز وجل يقول عن زكريا عندما دخل على مريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب، محراب ما كانش مكان الصلاة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. زكريا عرف الحل، اشتكي يبغى ولد، كان يشتكي يبغى ولد، يعني عقيم، وزوجته كذلك. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أنا لم يتبقى لي إلا أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل، وأنا أعتذر تماما منكم وعن الوقت، كان ودنا أكثر وأكثر لأن في محاور، حتى كيف الإنسان يقرأ الحمد لله رب العالمين ويناجي الله عز وجل، لكن أنا أعتذر منكم وأعتذر المشاهدين الذين لم نستطع أن نلملم الموضوع أكثر وأكثر بسبب ضيق الوقت، لكن نسأل عز وجل أن يعيننا وإياكم على أن نعوض هذه الحلقة في حلقات أخرى بإذن الله عز وجل. شكرا لضيفي الكرام شيخ نايف الصحفي وشيخ منصور السالمي، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله عز وجل في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة، لكن حلنا أن نطبق شعار صلينا بذهابنا للمحراب.